ما فيش بداية لحكايتي. الحكاية كل يوم بتبتدي. حكاية فرصة ما جاتش بالساهل، مسكت فيها مسكت فيها، بس عارف ايه الصعب؟ الاختيار بين الصح او الاصح، انك تغمي عينك عن الاضواء وتسد ودانك عن الدوشة. صعب هو اليقين ان الفرصة مش هدية، دي كل فرصة بداية لمليون فرصة جاية، وانا في كل فرصة اكون جاهز وهعمل اكتر من اللي عليا. أليكس بنك، عالم حقيقي من الفرص.